التجارة أي التبادل الطبيعي للبضائع أو الخدمات أو كليهما معا. المكان الذي يتم فيه تبادل البضائع يدعى تقليديا السوق، ثم أصبحت كلمة سوق تدل على مجمل المجال الذي يمكن للتاجر بيع بضاعته فيه، فلم يعد محصورا في مكان واحد وإنما يشمل كافة الخيارات المتاحة له للبيع. يتم التفاوض خلال البيع على سعر البضائع التي يقدر قيمتها، ويتم الدفع حاليا عن طريق وسائل التبادل التجاري تدعى النقود، بدلا من الشكل التقليدي للبيع الذي كان عبارة عن مقايضة أو بضاعة مقابل بضاعة.